احمد الله العظيم الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. وبين يدينا ونحن نتكلم على الوقايه واجراءات الوقايه والاحتراز من المرض والفيروسات وغير ذلك، وهذا امر مطلوب ينبغي للمسلم ان يتخذ الاسباب، ولكن هناك شيء قبل الاسباب. كاين واحد الكلمه حفظوها مليح، في الرزق، في الدواء، في كل حاجه، في كل شيء، في تربيه اولادك، في كل حاجه. نحن عندنا عقيده، وشنو هي العقيده هذه؟ ما نتوكلوش على ربي، نسميوه التواكل ونتركوا الاسباب، هذا موش من الدين، نتركوا الاسباب ونقولوا توكل على الله. في نفس الوقت ما نتخذوش الاسباب وننساو الله. احنا امه وسط، وكذلك جعلناهم امه وسطا. ودقق معي هنا، الامر دقيق جدا، يضل فيه كثير من الناس. امر دقيق. نحن شوفوا مليح، نحن ناخذ بالاسباب وكانها كل شيء، كانها كل شيء. ونتوكل على الله وكان الاسباب لا شيء. هذه لازم تفهموها مليح. احنا ناخذ بالاسباب كانها كل شيء. ناخذ الاسباب اللي ندير منا وندير منا في الرزق، في تربية الأولاد، في الوقاية من المرض، في كل شيء. تأخذ الأسباب. وفي نفس الوقت قلوبنا، القلب بتاعنا يتعلق باش؟ يتعلق برب الأسباب. هو اللي ربي سبحانه وتعالى هو يصيب به من يشاء في المرض. المرض تصور النبي عليه الصلاة والسلام قال يرسله الله، كما تشوفوا سهام في الحروب. يرسله الله فيصيب به من يشاء، هلا يقيس من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يعني راهي بيد من؟ بيد ربي سبحانه وتعالى. وحنا كاين هذا ماشي تخلف، هذا يخلينا ربي سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام عملنا الوقايه واعطانا احترازات في كل الامراض وكل شيء، مش مشكله. حنا نتخذوا الاسباب اللي احنا نسموها بصفه حضاريه ووقائيه وصحيه وكل شيء، مش مشكله. كي نتخذوا الاسباب، كي نكونوا نديروا في الاسباب تاعنا كانها كل شيء، كي نكون حاكم الفاس ونحرق في الارض تاعي، كي تشوفني نحرق تقول هذا عنده غير الحريق، ما يعرفش ربي. بس كي نعمل الاسباب كانها كل شيء، كي نحكم ولادي ونربيهم ونشوفهم ونعزهم وكذا كانها كل شيء، هذا واش نعرف. بصح في القلب ديالي نتوكل على الله، صدق الاعتماد على الله، هذا هو التوكل، صدق الاعتماد، صدق تكون صادق في اعتمادك على الله. صدق الاعتماد على الله كان الاسباب لا شيء. شفتوا هذاك في البخاري، في صحيح البخاري، انسان سلف الواحد الدراهم، قال له شكون يتكفلك؟ شكون يضمنك؟ قال له ما عنديش ضامن، ربي. شكون الشاهد تاعك؟ ما عنديش شاهد، ربي. هيا قال له كي جا ربي في وسط نهر، عطى له راح. هذا بينهم وبينهم نهر، واد، بحر، ماء، ما عندوش باش الحق الوالد ما عندوش، واش دار؟ حكم هذيك خلاص راحت الاسباب. ابن القيم واش قال؟ قال عندما نفتقد الى الاسباب يولي التوكل على الله هو كل الاسباب. ما عندكش سبب خلاص، درت كل شيء عليك. حدثوني اطباء كبار، قال لي انا ندير زوج بابل، قال لي دير كاسك هكذا ودير بابل اضربني في الكوفيد. ربي خلاص درت الاسباب وربي ان شاء يصرف عليك ان شاء كيصرف. ما نحيوش ربي مقلوبنا ابدا، مهما نسمعوا من الوقايه ديروا ديروا وقايه مش مشكله. ابدا عمرك ما تصرف قلبك للاسباب. قلبك ما يتعلقش بالضرر، قلبك ما يتعلقش بالتباعد، هذه اسباب نديروها احنا وتوكل على الله. قلبك يتعلق بربي سبحانه وتعالى. على هذه يا اخواني الكرام اقسم بالله غير صراط ازمه كبيره نفسيه في المجتمع اليوم من اجل هذا الكوفيد، لاننا فقدنا الايمان. وسبب فقدان الايمان تشوفوا ما تلاقوش في بيوت الله، هذا وشفت وجوهنا بعض. لو كان جينا نذكروا بكلمه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه يبقى الانسان ويتخذ في الاسباب نتاعو والوقايه وما شاء الله، وهذا شيء لازم نديروه، لازم نديروه. في نفس الوقت كاين الايمان مرتفع والتوكل على الله غير ذلك. ولذلك احببت ان اذكر لكم شيئا مهما جدا ونختصر فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحد الكلمه جميله جدا، قال من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أطلب أو أجهل أو يجهل علي. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تقول له الملائكة هديت ووقيت وهديت وكفيت. وقيت دير في بالك باللي كان الحاجة تعس فيك، وكفيت راح يكفيك ربي. ربي واش قال؟
أليس الله بكافٍ عبده؟ يعني وراكم رايحين يا بشر، نسيتوا بلي كاين ربي يكفي عبده، كاين ربي يكفينا، ما كاش أزمة اقتصادية وأزمة التغذية، البشر ما يوكلش البشر، رب البشر هو يوكل البشر، والبشر ما يحفظش البشر، رب البشر هو اللي يحفظ البشر. ثم دائما عندنا ربي سبحانه وتعالى، قال ربي عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه، قالوا فإذا عزمت فتوكل على الله، اتخذ الأسباب وروح جيب الدابة واخرج وتخبى في الغار واهرب مع أبو بكر الصديق، وهاي الطريق اللي تديها باش تهرب من الكفار. قالوا فإذا عزمت ولم الجيش ودير الحرب مع الجماعة هذه واعمل هذه واعمل هذه ودير الخطة الحربية، واش قالوا؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، لأنه ربي قال له أليس الله بكاف عبده؟ يعني ربي ما يكفيناش؟ ربي اللي خلقنا ما يكفيناش؟ كافينا في كل شيء الحمد لله، هو يدبر لك أمرك ما دامت الأنفاس نتاعك فيك. فلذلك احنا دائما حاجة باش ما تخلخلوش شوية في النفسيات نتاعنا، باش ما توسوسوش، باش نسالا في البيوت ما يتوسوسوش، باش ما يصيرلناش هذيك الوسواس القهري. والله أطباء نفس وجاي الحديث إن شاء الله نتكلموا في الأيام القادمة، نكلمكم عن أشياء كثيرة جدا عالجتها في نفسي. أطباء النفس اليوم يقول النفسانيين هذو يقولوا رانا نعانيو الآن اكتظاظ الناس كلها تمرض بالنفسية أكثر من مرض الكوفيد. إحنا الكوفيد هذا يعني تآمن به الموجود وتآمن به بالوقاية نتاعو تحبس تمرض. كاين حاجة فوق سبع سماوات كاين ربي سير الأمور هو يحفظنا، وحنا نتخذوا الأسباب. كاين الناس مش يديروا غير تقول له كاين ربي سير الأمور والأسباب، خلاص الأسباب دينا بها نديروها. بصح كاين حاجة واحدة، كاين أبدا لا تتخذ الأسباب وتنسى رب الأسباب. قلبك عمره ما يفرغ من أن كاين خالق خلقك هو يدبر لك أمرك وهو أرحم بك من أمك وأبيك، ولذلك ومنك أنت ما تقدرش ترحم روحك كما يرحمك ربي سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب عليه السلام لما ابن يوسف راح جاو ليه يديو الابن الثاني، جاو ليه يديو الابن الثاني، قالوا لازم نديو لوليدك الثاني روح عند الملك. القصه معروفه، واش قال لهم؟ قال لهم والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. يعني هو اللي يحفظ، يعني وهو ارحم الراحمين. انا ابوها بصح والله ما يكون انا رحيم به مثل ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ربي يشوف واش قال لك كي تخرج وتجيب الدعاء هذا وحفظوه، الدعاء موجود تلقاه موجود، دعاء الخروج من المنزل، تقول لك الملائكة هدينا، يعني وين تروح الطريق اللي تمشيها يهديك ربي دنيا ودين، تروح تمشي في الطريق أحيانا تمشي تقول أنا ودي دين أنا رايح في المصلحة الفلانية. وما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، كان ربي يسير لك أمورك، وأنت مشيت بهذيك الطريق وكان رحت من الجهة الأخرى بك تصير لك حاجة. وهذيك هدينا، هذيك شمعتها هدينا، هداك ربي. وزيد على ذلك تمشي في الطريق وكان النساء عاريات وكاين أشياء، هذه جماعة ما ريحش معاها مش ملاح، وهذه في فساد هنا وهذا كذا وهذا كذا، تخطيهم. كيفاش تخطيهم هذا؟ كيفاش يوفقك ربي تخطيهم؟ هوديتها يهديك ربي لأنك جبت الدعاء وانت خارج. ووقيتها يقيك ربي من الفيروسات ويقيك ربي من الأمراض ويقيك ربي من كل شيء، لأن ربي هو الذي يقيك ويعمل لك سياج، وانت تمشي انت مش تشوف وربي عمل لك سياج. أحيانا تقول تمشي في طريق تلقى قبلك سيارة دارت حادث مرور كامل موتها، وكانت الدنيا شوية تنبهت انت اللي كنت تما، وشكون اللي وقاك انت وما وقت الاخرين؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وقيت هدية يعطيها لك ربي ما يعطيها لك حتى واحد، تجتمع الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. عقيدة لابد ان ترسخ في نفوسنا، لذلك الشخصية تاعنا تهدهدت لاننا صرنا لا نثق في الله بكل صراحة، والله ما نثق في ربي. وكان جينا نثق في ربي حق حقيقة كي يقول لنا ربي أليس الله بكاف عبده نحس عنها، نقول سبحانه. إذا كان الأب طفل صغير شوف دور ولاد صغار، الولاد صغار 3 سنين 4 سنين تلقاه يلعب والله ما يفكر في غدا ولا عشاء، وكان تروح له تقول له غدوة شكون يغدي في عشاء يقول لك بابا، هو يوكلنا ويشربنا. ودخل المدرسة شكون يشري لك الأدوات؟ بابا. كبش العيد شكون يشري لك؟ بابا. هذا الطفل متوكل على بشر ضعيف وراه مرتاح، واحنا متوكلين على رب البشر وماناش مرتاحين. حنا شكون يوكلك؟ ربي. شكون يكسيك؟ ربي. واذا مرضت فهو يشفيك، والذي يطعمني ويسقيني. نقولوها بصح والله العظيم ما نثقين فيه، وكان جينا ثقين فيه فقط كما نثيقوا كما يثيق طفل صغير في باباه، وكان انا نلعب ومرتاحين، واحد ما يحسد واحد، وعايشين في حياه طيبه كما عاشوها الصحابه والمحفيانيين، وعايشين ما شاء الله يضحكوا.
احنا اليوم الابتسامه راح تنوجه لنا نسال الله العافيه والسلامه. لماذا؟ لاننا حملنا هم السماوات والارض وحدنا، جعلنا انفسنا ارباب. احنا نرزقوا انفسنا وحنا نقيوا انفسنا وحنا نبريوا انفسنا وحنا كذا. لا، انت تتخذ الاسباب وانت بشر ضعيف. اتخذ الاسباب وعندك رب الاسباب. قلبك دائما متعلق به. وحنا كل شيء في الارزاق، في الوقايه من الفيروس، في كل شيء. اياكم يا اخواني الكرام، عندكم شيء ثمين، اذا راح هذاك الشيء راح تولي عند ربي ما تسوى شيء، وهي العقيده. عندك قلب لازم يمتلئ حبا بالله، ويمتلئ توكلا على الله، وثقه في الله، وتولي ماشي بشخصيتك ما شاء الله. بهذا تتكون شخصيه المسلم، ويولي انسان عنده عقيده ما شاء الله. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يقيني واياكم، وان يفتح على امه الاسلام، وان يغفر لي ولكم، واهلا وسهلا بكم مره اخرى. والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين.